ولدي ما ضرب باه، ما قرب باه، ما حدا. كان احسن طوموبيل كركب فيها، الفلوس دايما في جيمو. مرات ولدي كتعطيه الفلوس فيما يجي تمكن له، ومهليه فينا لا هي ولا ولدي، ومعايشه بخير. انا في امريكا، انا مشيت لايطاليا، مشيت لبلجيكا عند ولدي هذا، ما خليت فيه مشيت. وفيما كان كيمشي سعيد كيدينا، ودانا الحج، داه هو الحج، الحجه الاولى ما بغاش يمشي، مشيت انا وليت عاوتاني دفعته بالسيف عليه، وديته عاوت معايا ودا عماته هذا سعيد. ما كان خلي ما نخليه ما يدي، وحق الله العظيم هذه الا في العيد كيشد الفلوس للعيد وكيعطي لاخته وكيقول لها سيري دير العائله فلوس العيد. قسمت لك بالله. لا كانت كتعطيه، كانت كتعطيه ما ينكرش، يعترف بالحقيقة. فاش كان كيخسر الفلوس؟ في الزنقة، في العيالات. الصراحة ضيع الفلوس، أعطاه سعيد باش يبني له، ضيع له الفلوس النص فيها. اش نقول لك، مع العيالات وفي طماريست. وجاو الناس وقالوا له كل شيء، ولقيت داك الشيء صح. واش أنا في داري وجاي نتايا الدار ولدي، وجاو أنت مدخلها المرأة. هذه اللي معاه نيت. وكا كانت غير شي مأصلة ولا شي حاجة، جايبها من الكباري ديال عين دياب. وجاو الناس وقالوا له حصلها ولدي هذا بيدو، حصلها. علاش عليك؟ ودابا وسخنا حنا وجهنا، علاش وسخنا وجهنا؟ هادشي اللي قال كله غير كذوب، ما كاين منه حتى شي حاجة، ما كاين منه حتى شي حاجة. يعتذر يقول هادشي اللي قلت كله كذوب على ولدي. أنا مدفوع من شي حاجة أخرى ولا الله أعلم. المهم يعتذر، لا من مراته ولا من غير مراته. دابا لا مراته اللي جا كتقول بلا هي امه، مين سعيد هذا. راه كاينه في الاوتو دايره بلا انا ضربت ولدي وعطيت لولدي. حاصل دابا تشوف اش داك الشيء مكتوب، علاش حنا داك الشيء كتبوا علينا حنايا، وهو ما كتبوا عليه حتى حاجه، سمعوا غير منه هو، حنا ما سمع منا حد.